محمد زيدان وشيكابالا غاديين عن التعريف، لاعبين كبار، لاعبين بإمكانيات عالية، لكن هم هالفترة يعني يمرون بمرحلة تدني في المستوى، وفي ظل رجوعهم للمستوى راح يفيدون الدوري الإماراتي. مين اللاعب المصري اللي أنت بتحبه أو متابعه في الكرة المصرية يا عمر؟ أبو تريكة. أبو تريكة لاعب ممتع صراحة. تحب أبو تريكة؟ لاعب ممتع، اللي ما يحب أبو تريكة ما يحب كرة قدم. أكيد، لو جالك عرض من الأهلي أو الزمالك في مصر تيجي مصر وتلعب في مصر؟ ليش لا؟ الأهلي نادي كبير والزمالك نادي كبير. أنت أهلاوي ولا زملكاوي بقى؟ أبيض وأحمر، يعني نص زملكاوي ونص أهلاوي، ما نبغى نزعل حد. ماشي يا عمر، بشكرك شكرا جزيلا وألف مبروك، وسعداء جدا بمداخلتك معانا في قناة النهار. بشكر طبعا عمر عبد الرحمن.